يعني يا اخويا المعدول اختك ما عزمتناش على الدخله. دخله؟ انت مالكيش في الدخله، انت ليكي في الخارجه بس. وبعدين اذا كانوا امها اللي ما اقدرش استغنى عنها ما سافرتش معاها. واحنا مالنا يا حبيبي ومال امها؟ ان شاء الله معاها مراحل. الله، ما هي يا اخويا اللي مش عايزه تروح، انما احنا يا حبيبي لا، فسحه زي دي ما تتسابش ابدا. على الاقل يا حبيبي نشرفكم. طبعا تشرفوها طبعا. سياده الموجه المحترم الحنوته ابو سريع والسيده حرمه المخلصه ام بديعه طبعا، وانتوا راكبين عربيات تحت الطلب، تشريفه هايله. جرى يا خليل، احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ بس يا بت بس، قال على رأي المثل لو كان الجمل شاف أبيته. وهم بقى إن شاء الله أستاذ خليل ناويين يقعدوا هناك على طول. أبيته؟ أنا شرفنا أنا. يعني ما تعرفش؟ أمال مين اللي يعرف يا سبع البرومبة؟ لكن تعرف يا أخويا عشان تعرف هتاخد مرتبك من إيه. بقولك إيه؟ تعرف من ست أختك هتجيب لنا قميص رمضان من هناك ولا هتضرب عليه عوافي؟ بقولك يا حبيبي كمان، أهم حاجة اليميش، واتكتر من قمر الدين والقراصية. قراصية؟ القراصية قال الله يرحمه كان بيخاف من القراصية ويجري وراها بالشبشب. ما تطلبوا فوانيس رمضان بالمرة. أنت بتتكلم يا خليل؟ هي مش أختك يا دلعادي ولا مش أختك؟ ما هي دناوتكم دي وتفاصيلكم وهمكم على بطنكم هو اللي مضيعنا ومدمرنا. ادعوا لها بس تيجي بالسلام، وانت بالذات تدعي لها تيجي بالسلام. الهي يبتليك بنصيبة انت واختك وعيلتك كلها، الهي يبتليكوا بالحزن. ايه الحزن اللي انا واقع فيه ده؟ تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.